فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في زيارة لأحد الأقارب فقدم لي طعاما في آنية ذهب، فهل الواجب علي أن أرفض هذا الطعام؟ آنية ذهب، من يملك آنية ذهب؟ أو قصده أنها مذهبة، إن فيها يعني صبغ ذهب أو ألوان ذهب لا تأكل فيها، وبين لجل هذا حرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.